طبعاً أكيد أغلبكم مستغرب شو هالأشياء أو حاب يعرف شو هالأشياء اللي هي مجرد أشكال حديدية. السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم عبدالله الأحمد. طبعاً مثل ما قلنا راح تصير في فقرة منتجات في القناة، واليوم رجعت لكم بمنتجين. طيب أول شيء المنتجين وصلني من موقع بانجود، راح تحصلوا جميع الروابط في الوصف، راح تحصلوا بعد أكواد خصم للمنتجات. وراح نبدأ بأول منتج ونقول بسم الله. طبعا اكيد اغلبكم مستغرب شو هالاشياء او حاب يعرف شو هالاشياء اللي هي مجرد اشكال حديدية. مثل ما تشوفوا مجرد اشكال من حديد او ستيل، لكن شو فائدة هالاشياء؟ فائدتها هي راح تنشط العقل او راح تزيد الذكاء. طيب راح تسألوني عبدالله كيف؟ طبعا كل واحدة منهم مكونة من جزئين. طيب انت راح تحاول كيف راح تفك الجزئين عن بعض؟ طبعا بصعوبة انك تفكهم من بعض، لازم تحاول وتفكر حتى ينفك القطعتين عن بعض، ومثل ما قلت بصعوبة حتى تفك الجزئين عن بعض. حسة تصلح لأصحاب القنوات في اليوتيوب يسووا عليها تحديات، أو تقدر تتحدى فيها شخص وتقول له فكن عن بعض. طبعا راح ينجن وقت يشوفك أنك فكيته قدامه وما راح يقدر يفكهم عن بعض. وفي تقريبا 6 أشكال وكل شكل يختلف عن الثاني. الصراحة المنتج عجبني، ولو حابين تطلبوا نفس المنتج راح تحصلوا الرابط في الوصف. طيب راح نيجي على المنتج الثاني ونفتح المنتج مع بعض ونقول بسم الله. مثل ما تشوفوا المنتج الثاني هو ميكروفون، وخلونا نشوف شو داخل الصندوق. طيب اول شيء راح نحصل اللي هو الكتالوج او الكتالوج، واكيد ما راح نقرأ. Hello, it's me. وهذا هو كل شيء داخل الصندوق، راح نركب كل اجزاء الميكروفون وخلنا نشوف كيف. Hello, it's me. وهذه منتجاتنا لليوم من موقع بانجود. لو حابين تطلبوا نفس المنتجات راح تحصلوا جميع الروابط في الوصف. لو حابين استمر بنفس الفقرة يا ريت تدعموني بلايك واشتراك، ولا تنسوا تفعلوا زر الجرس. وفي امان الله. Cause I say, yeah, cause I say,